محمد النبي الرحمة رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعما سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا فأكرمنا وارض عنا معهم يا رب العالمين. من كلام الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أيضا سبحانه: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. القصص عن السابقين إذا كانت قصصا صحيحة صادقة كما يحكي رب العزة وهو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالقصص الحق الذي لا مرية فيه، لها منافع كثيرة، منها تثبيت فؤاد الإنسان المؤمن. وكفى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل العالمين أن يذكر له ربه أنه إذا حدثه عمن سبقه من الأنبياء كيف صبروا وعلموا وجاهدوا وبذلوا ونصحوا فإنه يتأسى بهم وينتفع بما كان من قصصهم ويتصبر ويثبت قلبه على طاعة الله. فنحن أحرى وأجدر إذا سمعنا قصص أهل الفضل والعلم والصلاح والتقوى أن تتثبت أفئدتنا على طاعة الله وأن تتوجه نفوسنا لمرضاته وأن يكون عندنا ديدن في الدعوة إلى الله تعالى كل بحسب ما آتاه الله تعالى من موهبة. تعلمون أن العلماء من قديم، أعني علماء الشريعة، صارت لهم تخصصات في فروع الشريعة، فمنهم المفسر ومنهم المحدث ومنهم الفقيه ومنهم من كان يسميه أهل العلم قديما المتكلم أو المتكلمون جمعهم، ويطلقون عليهم أيضا أهل الكلام، علماء الكلام. هذه الكلمة بعدت تطلق اليوم على ذاك العلم الذي كان في ذلك الوقت، وإنما صار له مسمى آخر، ألا وهو مسمى علم العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية لها أسس وأركان، أركانها هي أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ثم إن بعد ذلك تفصيلات تدخل تحت كل ركن من أركان الإيمان. ومما يندرج تحت علم الكلام الذي صار يسمى في عصرنا علم العقيدة أو علم التوحيد، مما يدخل فيه كيفية حوار غير المسلمين لإقامة الحجة عليهم وإثبات صحة هذا الدين أمامهم ورد شبههم في وجوههم وقطع ما يثيرونه من ضلالات وشبهات بين الحين والحين، ويبثون هذه السموم في نفوس بعض المسلمين ليزيغوا قلوبهم عن طاعة الله. كان في علماء المسلمين ولا يزال من توجهت همته لهذه الناحية من العلوم الشرعية، ألا وهي حمل أمانة إيضاح العقيدة الإسلامية للناس وتبيينها وتوضيحها ورد شبه أهل الشبه من أهل الضلالات من غير المسلمين وبعض من زاغ قلبه أيضا من المسلمين. في بعض ما كنت أقرأه قديما استذكرت اليوم بعض حوادث جرت لرجل من فضلاء وكرماء وعلماء المسلمين كان له دور كبير في رد شبه الملاحدة والزنادقة وأهل الضلال والأهواء ممن كان في عصره، وكان يسمى في عصره ناصر السنة. لعل أكثرنا لم يسمع به قط، وقد اجتزأت شيئا من ترجمته فيه قصص، وقد قلت منذ المقدمة إن القصص تعين على تثبيت إيمان الإنسان وتبين له طريق العلماء والفقهاء والصلحاء
فيندرج في سلكهم ويمضي على إثرهم. هذا الرجل مشهور بين المترجمين له من أهل العلم بأبي بكر الباقلاني، ويسمى محمد بن الطيب رحمه الله تعالى، ويكنى بأبي بكر ويلقب بالباقلاني. ولد هذا الرجل عام 833 للهجرة، يعني 100 من أوجد، وتوفي عام 403 للهجرة. كانت همة هذا الرجل في الدفاع عن حياض الإسلام ورد كيد الكائدين له والطاعنين عليه، وبرز شأنه ولمع نجمه وعرف بين الناس بذلك، فصار الناس يقصدونه، وكلما عرضت لهم شبهة جاءوا إلى أبي بكر الباقلاني رحمه الله ورضي عنه فعرفوها إياه أو فعرفوه إياه ليرد على من أثارها. فرفع أمره إلى رجل كان يدير شؤون الدولة في عصره ويدعى عبد الدولة. طبعا بعد أن تأخرت الدولة العباسية ضعف شأنها فصارت دويلات. كان هناك أمير مشهور يدعى عبد الدولة وكان له شأن كبير، بعث إليه يوما ملك الروم فقال أشخص إلي رجلا أريد أن أسأله أشياء عن دينكم وأنظر في سمته لعلني يعني لعله يقنعني أو أقنعه. وسأل عبد الدولة عن أناس ممن تخصصوا في علم التوحيد أو علم الكلام كما أشرنا الذي يسمى علم العقيدة، فقال كل من حضره ما لك إلا أبو بكر الباقلاني. فأرسل إليه، وكان الرجل لا يرد أبواب الملوك، لا يأتي إلى أحد، لا يزور أحدا من الملوك أو الأمراء أو أصحاب الأموال، رجل منشغل بعلمه متوجه لطاعة ربه وقائم بحجة دينه يقيمها على من أثار الشبه. فأرسل إليه فحضر، قال إني أريد منك أمرا تخدم به دين الله. فقال ما هو؟ قال إني أريد أن أشخصك إلى ملك الروم. أشخصك يعني أرسلك، أشخصك إلى ملك الروم فإن عنده أشياء يريد أن يعرضها عليك. فلما عرف أن الأمر حق يراد به حق أيضاً، وهو الدفاع عن ملة الإسلام ورد شبه هذا الرجل وإقامة الحجة عليه، وافق. وتوجه الرجل تجاه بلاد الروم حتى وافاه. كان ذاك الملك الرومي قد بحث عن هذا الرجل وفكر في أمره وسأل عنه، من هذا بين المسلمين؟ ما شأنه؟ ما مقدار علمه؟ فلما ذكر له شأنه وأنه عالم جليل وأنه رجل معتز بدينه لا يتذلل لأحد ولا يتزلف إلى أحد، أراد أن يستعمل معه بعض الحيل ليذله على زعمه. ففكر في حيلة عجيبة، هو يعرف أن المسلمين لا ينحنون لا يركعون ولا يسجدون إلا لله عز وجل. وتذكرون قصة جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب لما خرج إلى النجاشي في الحبشة يوم هجرة الحبشة، قد ذكرتها لكم في السيرة بالتفصيل، وكيف تعجب الملك أنهم لم ينحنوا راكعين له، فقال إنا لا نركع إلا لله تعالى. هذا الرجل من عرفهم أن من يدخل عليه ينحني له راكعا، وقد سمع أن المسلمين لا يفعلون ذلك، فكيف برجل له مقام في المسلمين وهو معتز بدينه؟ ففكر في حيلة وصنعها، وهي أنه صنع عند مدخل باب الغرفة أو البهو الذي يجلس فيه، صنع بابا قصيرا جدا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدخل ويصل إلى الغرفة التي فيها الملك إلا بأن يحني رأسه حتى يدخل إليه،
وجعل كرسيه قريبا جدا من الباب بحيث إذا دخل الداخل لابد أن يحمي رأسه حتى يستطيع الدخول فيفاجأ بالملك في وجهه مباشرة فيحمي رأسه كراهية عنه. ويصل ابن الباقلاني يرحمه الله تعالى إلى هذا المكان ليجد هذا المشهد أمامه وهو يرمق من بعيد ويلحظ، ففطن إلى المسألة. فلما اقترب من الباب أدار ظهره وصار يرجع إلى الوراء ظهريا وقد أحنى ظهره ودخل الباب. فلما عرف أنه قد تجاوز الباب رفع رأسه وأقام ظهره والتفت إلى الملك. فلما رآه الملك علم أنه لا يستطيع أن يأتي إليه بالحيل وألا يتلاعب عليه، وعظم شأنه في نفس الملك. حينها أراد أن يصنع معه حيلة أخرى يستخفه بها. ماذا أراد أن يصنع؟ أمر بعض غلمانه أن يحضروا آلة من الآلات الموسيقية المعروفة في ذلك العصر وكانت تسمى بالأرغل. هذه الآلة قريبة من الناي في عصرنا، وكانوا يصفونها بأنه لا يسمعها أحد ويطيل سماعها إلا طرب. وإذا طرب تعرفون الإنسان بطبيعته قد يتمايل، قد يتغير شكله، قد يتأثر بهذه الأنغام الموسيقية فيختل اتزانه. فأمر بإحضارها وأمر العازفين أن يعزفوا عليها لعل هذا الشيخ يضطرب بعد سماعها فيختل اتزانه فيثير عليه المشاكل ويقول أنت شيخ المسلمين وعالمهم ومقدمهم، يستخفك الطرب وتتأثر بآلات الموسيقى وكذا، فيشنع عليه وعلى دينه. ويدخل هؤلاء الذين يعزفون بهذه الآلة فيستقرون عند الملك ويبدأون بالعزف. وفطن الرجل العالم الثقة ابن الباقلاني إلى هذه القضية أيضا، فأسرع وكان بيده شيء حاد فجرح رجله وجعل الدم ينزف من رجله. والملك ينظر إليه وابن الباقلاني مشغول بألم الجرح الذي أصاب رجله فلا يلتفت ولا ينتبه قط إلى سماع هذه الآلة الموسيقية. ويعجب الملك ماذا هذا الرجل؟ هو لا يتأثر أبداً، أليس فيه أحاسيس كما يقولون، عاطفة، مشاعر، ما يتأثر بشيء. فقال لبعض غلمانه انظروا إليه ماذا صنع، فاقتربوا فإذا رجله قد جرحت والدم ينزف منه. فأرسل إليه فأتى إليه بضماد وعرف أنه لا يستطيع أن يستخفه أو يشغله أو يلهيه بحيث يوجه إليه سهاماً يطعن بها عليه. فلما أعيته الحيلة أنفذ سهمه الثالث لعله يستطيع أن يتغلب على عالم المسلمين فيثبت له أن دينه هو الغالب. فأمر رجلا من الأحبار الذين معه فقال لهذا العالم ما فعلت زوجة نبيكم يا ابن الباقلاني؟ انظر إلى الخبث، من يعني؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها. وماذا يعني بما فعلت؟ يقصد حادثة الإفك، وكلكم أو معظمكم يعرف تفصيلها وقد حكيتها مرارا في السيرة النبوية. يوم أن اتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي الحصان الرزان البريئة العفيفة، اتهمت بالشر وبرأها الله تعالى من فوق سبع سماوات في سورة النور كما تعلم. فأراد هذا الحبر النصراني الراهب أن يطعن بأسلوب داهن على السيدة عائشة وعلى الإسلام بشكل عام، إذ هي زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يستطيع أن يقيم الحجة على هذا العالم ويفحمه على حسب زعمه. فقال ما فعلت زوجة نبيكم؟
فأجابه الرجل سريعا ابن الباقلان، قال: هما امرأتان ذكرتا بسوء، عائشة ومريم. هما امرأتان ذكرتا بسوء، عائشة ومريم. فأما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فما كانت ذات زوج وأتت بولد. أيطعن على السيدة مريم؟ هذا كقول الله تعالى: يا أيها الأحبة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله تعالى يقول، يأمر نبيه أن يخاطب أعداء الله تعالى، هذا أسلوب المحاورة يسمى المناظرة، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سيدنا رسول الله في ضلال مبين؟ حاشاه. هذا المناظرة، في المناظرة فلأكن هكذا، ماذا تقول أنت؟ وهكذا، هذا أسلوب الحوار. فهذه ذات زوج وما أتت بولد، فأيهما أحق بالبراءة إذن؟ ذات الزوج وما أتت بولد، أم ليست بذات زوج وأتت بولد؟ فخرس ذاك النصراني الراهب تماما، وحينها جاء دور ابن الباقلان رحمه الله. أورد عليه كل هذه الأشياء، يظن نفسه سيفحم هذا العالم المسلم، فرد الله تعالى كيده في نحره، فتكلم ابن الباقلان رحمه الله بجملة واحدة، نظر إلى هذا الحبر، ثم قال له: كيف صنعت الزوجة والولد؟ يعني زوجتك وولدك، ولادك شلون؟ كما يقول أحدنا، شلون صحة؟ شلون ولاد؟ شلون أهل؟ كيف صنعت الزوجة والولد؟ وهنا الملك أجاب، لم يجب الراهب القسيس، الملك لم يطق صدرك، قال: أنت عالم المسلمين ومقدمهم، ولا تدري أن الراهب منزه عن أن تكون له زوجة وولد؟ أنتم تعلمون الآن كبير الرهبان مثلاً يسمونه البابا وما إلى ذلك، وبعض أحبار النصارى لا يتزوجون ويظنون هذه قربة إلى الله تعالى. فقال: أما تعلم أن الراهب منزه عن الزوجة والولد؟ قال: ويحكم، أفتنزهون رهبانكم عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله رب العالمين؟ فخرس وانطلق الرجل قافلا إلى ديار المسلمين. هؤلاء العلماء الربانيون الذين نحتاج أمثالهم في زمان، الذين هم قدوة وأسوة حقا. قد يقول قائل: غير موجودين، لا والله هم موجودون، ولكن لا بد من البحث. كما يبحث الإنسان عن أي شيء يهمه في الدنيا، فوالله إن ديننا لا حق أن نبحث عنه، وعن أناس التزموا به وطبقوا تعاليمه وفهموه حق الفهم، ثم عملوا به بصدق وأمانة، فكانوا قدوة وأسوة يكتسى به. يا أيها الأحبة، نحتاج أن نقرأ قصص وسيرة أسلافنا من العلماء والفضلاء والصلحاء، بدءا بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أصحابه الكرام، وعلى تتالي العصور والزمان، ومن ثم أن نبحث على أناس لن تجد أناسا تراهم صحابة كما كانوا في عصر الصحابة، ولكن أيضا قد تجد أناسا فيهم من الصفات والقربات والعلم والفضل والصلاح ما يزيد على نفسك أنت. فمثل هذا يصاحب، مثل هذا ينتفع به، مثل هذا كما كانوا يقولون قديما في التعبير، هذا كالكبريت الأحمر، يعني كالجوهرة اليتيمة، إذا وجدته فاحرص عليه، فاشدد يدك عليه،
فوالله هؤلاء صاروا قلة ولكنهم موجودون وهم القدوة، وبسببهم تكون رحمات الله تعالى متنزلة على هذه الأمة. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.